التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء. اشغل صاله. شكرا للزميل عبد الله بن الصغير على التواصل بالوصف والتعليق. صاحب الحنجره الذهبيه مع هذا الاندفاع الجميل. نسير مع انطلاقه شوطنا الثاني والعشرين الخاصة بمنافسة الأبكار المهجنة إلى سايل المقدمة والبداية الأولى. وهنا مع التحدي والصراع متواجد اللي هي وسام عتيبة بن سالم النايل الشامسي، متواجد بن سالم على المقدمة، بينما في المركز الثاني الغزيل حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، متى بنقول باية الناموس ومقيل مع الغزيل اللي قادمه الان في مستوى المركز الثاني. بينما في المركز الثالث هذه مكيده ناصر بن مبارك بن نصره العامرياتي على المركز الثالث، بينما في المركز الرابع وهذه الارصيرميه لاحمد بن سعيد بن دري الفلاحي، بينما في المركز الخامس وادي غنايم مسري بن سالم بالعرط الحميري مع خامس المراكز. واما في المركز السادس هذه القادمه وضحى محمد بن عبد الله بن معيضد النيادي يتقدم على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع اللي تقدمت من السياج الخارجي هناك مشاهدينا الكرام سلطه لاحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، نعم تدخلت الى المركز السابع والمركز الثامن تتلوها هذه الان غادمه شذا لاحمد بن سالم بن سعيد بن منان على المركز الثامن وتاسع المراكز. المركز التاسع اللي تقدمت ووصلت في هذه اللحظات، هذه امامكم تشاهدونها زعفران سلطان بن غفي بن حميد الغفيلي، تقدمت الى المركز التاسع، بينما في عاشر المراكز وصلت النادرة نايف بن عايض بن مطر الاكتفي، تقدمت إلى عاشر المراكز. هذه النتيجة، هكذا ندائنا للعشر المراكز الأولى. فينا لمسامعكم هذه الأسماء وهذه الشعارات، ولكن عودوا إلى المقدمة، عودوا إلى الصدارة الأولى. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى. وهذه الآن الغزيل مع بن درويش. بن درويش دائم يقدم النوعيات ويقتنص النوعية الفريدة بالأداء المتميز، دائما ويحط هذا الشعار اللي يمتلك قاعدة جماهيرية. مع هذا الاندفاع الجميل عودنا بنوعيات فريدة فريدة فريدة. بينما في المركز الثاني، هذه الصيرمية احمد بن سعيد بن دري الفلاحي يتقدم في المركز الثاني. المركز الثالث وصلت وسام عتيبه بن سالم النايلي الشامسي يا غادم الان الى المركز الثالث، بينما تابع هناك تكريم من الجانب الاخر محمد بن خليفه بن درويش الفلاسي. وهناك الله 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 الله، قدم شوي لنتابع لتتضح الرؤيه من الجانب الاخر. هناك تقدمت الان وتحركت الشاهينيه مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي وجولة الأوامر الأخيرة الكين الأخير والغزيل الآن تغازل الفوز والانتصار مع الأداء الكبير والمتميز. الله يا سلام يا سلام يا سلام على تحديات وانطلاقة اللي هي الغزيل حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، بينما اللي غادمه تكريم محمد بن خليفة بن درويش الفلاسي ياتي ليحتل المركز الثاني. ثنائية خطيرة ولكن يا بن درويش دير بالك من الريم محمود بن محمد بن
الحوتة العامري ثلاثية الثلاث اللي بهنزان اللقى يوم وصل عند كيل الامتحان ولعت ما بينها النار اللضا بالحوتة وبن درويش بالحوتة وبن درويش يا هيم معركة يوم تحدي وصراع ولكن الريم 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 إلى زاخر دار المفاخر إلى زاخر السلام عيناوي تهانينا لحمودة بن محمد بن حوتة العامري على فوز الريم ما شاء الله عليها على شكلها وعلى أداها وعلى رقصها الجميل تهانينا لها للعين سلام عيناوي سلام المركز الثاني الغزيل وصلت لبن درويش المنصوري المركز الثالث كان الوصول من تكريم محمد بخليفة بن درويش البلاسي هكذا النتيجة التوقيت الزمني 6:06 تهانينا والناموس بالحوتة على فوز مشاهدين الأعزاء الريم اللي انتزعت الناموس وهدت مشاهدين الأعزاء لمالك مشاهدين الكرام محمود بن محمد بالحوتة العامري هذا الفوز وهالزاخر يستاهلون هذا الفوز وهذا الانتصار.